أول أخبارنا اللي هنتكلم فيها النهاردة هو طبعاً خاصة بالسيد الرئيس اللي استقبل رئيس وزارة رومانيا. استقبل الرئيس السيسي اليوم نيكولاي تشويكا رئيس وزراء رومانيا، وحضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء بمصر ورومانيا والسفير ميهال ستوبار السفير الروماني بالقاهرة. تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السياسية والاقتصادية والإنسانية على مستوى العالم، وأعرب الرئيس عن تقدير مصر لاستقبال رومانيا للدارسين المصريين اللي أجبروا على مغادرة أوكرانيا وتسهيل عودتهم إلى بلادهم. معنا على الهاتف دكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلوم السياسية جامعة حلوان. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا دكتور. الحقيقة يعني العلاقات المصرية الرومانية علاقات قوية من أكثر من 100 سنة، يعني في كثير من الاتفاقيات، في حجم استثمار روماني في مصر يمكن 62 شركة بتعمل استثمار مصري، يمكن الأولى إفريقيا في الصادرات اللي بالنسبة لرومانيا. في ضوء هذا اللقاء وفي ضوء السياسة المصرية في الفترة الأخيرة المنفتحة على كل العلاقات اللي الدول اللي بتربطها بها علاقات قوية لتحويل هذه العلاقات إلى شراكة قوية، في ضوء ما شفنا من زيارات السيد الرئيس اللي فاتت والانفتاح على كل دول العالم، رأي حضرتك في هذه الزيارة في ضوء هذه الحالة المصرية في الانفتاح على كل الدول الصديقة؟ في حقيقة الأمر الحقيقة القيادة المصرية وبالتحديد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيجد أن المسار الخارجي هو أحد المسارات اللي يجب يعني العمل من خلالها لمواجهة التحديات العميقة اللي بتواجهها مصر مع كتير من دول العالم أجمع تقريبا في إطار الأزمات اللي بيعيشها العالم كله منذ أزمة كورونا والضغوط الاقتصادية على دول العالم وكذلك بعد الحرب الروسية الأوكرانية الأخيرة. ومصر يمكن عهدت مع يعني كوب 27 الأخيرة المؤتمر المناخي اللي كان في شرم الشيخ أن يكون هناك في دعوة دولية لحل أزمة الأزمة الروسية الأوكرانية وإنهاء حالة الحرب الموجودة اللي هي بتؤثر على كافة دول العالم الحقيقة. والدعوة دي الحقيقة وجدت مسار الحقيقة يعني قوي جدا في الفترة الأخيرة مع زيارة وزير خارجية بلينكن للأمريكي للقاهرة وكمان زيارة السفير سامح شكري وزير خارجية المصري للقاء لافروف، ودي حابة يعني بتبرز أهمية التحرك المصري الخارجي لمواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية. في نفس الأمر الحقيقة جولات سيادة الرئيس الأخيرة بتأكد على فكرة أن المسار ليس فقط التعامل مع أزمة دولية بحجم الحرب الروسية الأوكرانية بس، لكن كمان على مستوى آخر وهي فكرة إيجاد مسارات مشتركة لحل الأزمة العالمية واللي بتواجهها العالم كله من خلال أزمة اقتصادية كبيرة. ويمكن أحد المسارات الأخيرة اللي بيدعو عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل جولاته الخارجية هي إيجاد مجموعة من الحلول المشتركة والاستماع لكافة الحلول وأيضا المقترحات الموجودة من أطراف خصوصا فيما يتعلق بالأزمات وخصوصا في مجال التجارب المشتركة. الزيارة الأخيرة للهند ورومانيا وأذربيجان ويمكن دي جولات الحياة أبرز هذا الدور. أخيرا يمكن اليوم ممكن تحديد لرومانيا في إطار زيارة يعني رئيس الوزراء الروماني لمصر وأهمية يعني فكرة نيكولا تشويكا للتعامل لوجود حوار مشترك بين الدولتين. حجم التبادل التجاري من مصر ورومانيا يمكن بيتعدى 1 مليار دولار، ويمكن ده رقم يعني لحد ما يعني متوسط، لكن كمان تعتبر مصر بالنسبة لرومانيا أحد المجالات أو أحد النوافذ التجارية من منطقة الشرق الأوسط. يمكن إعلان المشترك ما بين مصر ورومانيا اليوم كان هو هدفه فكرة إزاي يكون في مجالات لدعائم أو دعم فكرة تقوية الاقتصاد المشترك بين الدولتين، خصوصا التجربة الرومانية واللي يمكن أبرزها رئيس الوزراء الروماني النهاردة كانت بتؤكد أن يمكن في يعني حجم أو تمويل ضخم بتاخد رومانيا عن طريق الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق ب 11 مليار يورو تقريبا، ويمكن في تطوير في مجالات مشتركة في مجال البنية التحتية في مجالات الطاقة في مجالات التنمية المستدامة داخل رومانيا، ويمكن كلها أعتقد مجمل أنشطة مصر مهتمة بيها على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي كمان، لأن يمكن
مذكرة تفاهم بين الدولتين اللي وقعت اليوم في مجالات الطاقة والنفط والغاز والتعاون المشترك، كان هدفه في حق الأمر أن يمكن يكون ده بداية لمجال التعاون، وده يمكن ده كان يعني تصريح مشترك من الجانبين. بالإضافة لنقطة في غاية الأهمية، هي فكرة أن يكون في تحول في مجال يعني مجال التطور التكنولوجي وتكنولوجيا المعلومات ورقمنة الخدمات العامة، ويمكن ده جزء من فكرة يعني يمكن مجال تنموي في 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 إطار البنية المعلوماتية مصر مهتمة بيها في الفترة الأخيرة، ودي جزء رئيسي الحقيقة في تطوير الصناعي التجاري الخارجي في مواجهة يعني أزمة شديدة القوة بيواجهها الاقتصاد العالمي كله من خلال مصر، بتحاول إنها تجد هذه الحلول ودراسة الحياة تجربة وأوجه تعاون مشترك مع الجانب الروماني بشكل رئيسي. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية جامعة حلوان، وإحنا برضو هنغطي يعني المؤتمر اللي دار ما بين رئيس الوزراء المصري ورئيس وزراء روماني.